ماذا عن الدولة المعنية بعملية رفح؟ نتحدث هنا عن مصر، هناك مصدر مصري يؤكد ويحذر إسرائيل من التسرع في القيام بعملية في رفح. هل يمكن أن تقدم إسرائيل على هذه الخطوة دون تنسيق مع مصر من حيث التوقيت على الأقل؟ دعينا نقول أن هناك تخوفات مصرية فيما يتعلق بنزوح أعداد كبيرة من المواطنين الفلسطينيين. نتحدث عن 1,500,000 فلسطيني موجودين في رفح، وإذا ما جرى اجتياحا بريا هناك تخوف من قبل المصريين بهجرة أعداد أو باقتحام أعداد كبيرة من المواطنين الفلسطينيين إلى سيناء، وهذا بالنسبة للمصريين خطا أحمر كما قالوا، وهو يتعارض مع الأمن القومي المصري. في ظني أن الحكومة الإسرائيلية تحاول إيهام بأنه هناك تنسيقا مع الحكومة المصرية. هذه التخوفات حتى الآن تمنع إسرائيل بالذهاب إلى اجتياح بري. إذا ما قامت إسرائيل بعمليات إجلاء للمواطنين الفلسطينيين أو النازحين الموجودين في رفح إلى أماكن شمال مدينة رفح ما بين دير البلح وخان يونس، أي ما يسمى بالمواصي دير البلح وخان يونس، وهي مناطق لن تستطيع أن تتسع لهذا العدد الكبير من المواطنين من الفلسطينيين. كذلك أن عملية الإجلاء هذه تحتاج إلى فترة زمنية، كما يقول الأمريكيون أنها تقدر بأربعة أشهر، فيما الإسرائيليين يتحدثون عن 4 أسابيع. هذه الإجراءات ستكون صعبة، والمصريين حتى الآن يرفضون قيام إسرائيل بعملية برية واسعة في هذه اللحظة أو في هذه الظروف، إلا أن ذلك إسرائيل لأن إسرائيل لا ليست معنية بأي من الأطراف، حتى الإدارة الأمريكية التي تقدم لها المساعدة العسكرية هي تتجاهلها وتستمر في عملياتها، وليس فقط العسكرية بل تمنع أيضا إيصال المساعدات الإنسانية وتفشل جميع الأطراف الدوليين للقيام بهذه المهمة لمنع المجاعة. لذلك إسرائيل لن تأبه كثيرا للمصالح المصرية أو للطلبات الأمريكية في هذا الصدد، ومع ذلك ما زالت إسرائيل تتخوف بمزيد من العزلة التي تواجهها سواء في مجلس الأمن أو في المجتمع.